عايزين يا معلم بقى تتجوز بقى يعني بقى خلصنا من الموضوع ده. خليني اشرف يعني الست الوالده كلمتني قالت لي النبي يعني خلي شعيب. انت عارف توم كلمتني من اسبوع انا حاجزه بنت. ايش حاجزه؟ ماني عارف الحجز هذا صار اونلاين. طيب انا المفروض اكون موجود. انا هاجس العاطفه عندي والحب كثير كثير مخيف. يعني انا لان القلب دائما ارهف شيء في جسم الانسان. ترى الانسان ممكن من حب ممكن يدمر حياته. صح. ممكن تصير له مشكله، ممكن يمرض. شوف احمد فهمي كثير بيسال اسئله خاصه، فانا اعتقد انه هو بيسالني عن موضوع الزواج. انا واثق مليون في المئه احساس داخلي. انا قلبي احاول انه ما اخليه يسيطر علي. دماغي تسيطر على قلبي، ما اعطي مجال انه يحب. خايف، خايف كثير، خايف اعطي شخص ما يستاهله.